Egypt, Ahmed Abdul Jalil. هنسأل أحمد عبد الجليل أول محترف مصري حصل على كارت احتراف يشارك في أولمبيا. فالسؤال المعتاد اللي هتسأله هو فعلا واحد مصري ممكن يوصل ويروح لأولمبيا ويقف على المسرح؟ وأعتقد إن احنا بقى عندنا مثال حي زي أحمد عبد الجليل، هنسأله بقى كمحترف وكهاوي وحاجات كتيرة جدا، عايزين نعرف منه هو عمل كده إزاي. أنت عايزك تفك؟ لا فاكر تمام. ماشي، احنا منطلقين النهارده بقى في رحلة صغيرة كده نقول للناس احنا عملنا ايه في اولمبيا. تمام. وهنوريهم طبعا الحاجات اللي احنا مصورينها، وفي نفس الوقت عايزك انت تحكي لي المعاناه من وجهه نظرك، ان ازاي واحد مصري يقدر يقف على مسرح اولمبيا في يوم من الايام، وهل ده ممكن يحصل اصلا ولا مش ما يقدرش نعمله؟ هو اكيد ممكن يحصل حاليا وسهل جدا دلوقتي، لكن في البدايه في 2016 2017 ما كانش حد بيفكر ساعتها اللي هو يلعب اولمبيا غير طبعا بيج رامي والناس اللي هي الكبيره كنا بنسمع عنها، بس ما كانش حاطط في حد في الشباب حاطط طموحه اللي هو يلعب اولمبي. انا حتى شخصيا كنت هدف اللي انا العب بطولات، يعني بطولات هوايه عاديه وبطولات عاديه اللي انا اكسب منها حاجه ماديه تعوضني التجهيز، ده كان هدفي في البدايه خالص في 2016، وكل الشباب كان هدفها كده. يعني انت ما كنتش بتشوف اولمبيا نفسها؟ كنا بنتفرج على اولمبيا بس طموحنا ما كانش بتوصل اللي احنا يوم في الايام اللي احنا نوصل اولمبيا وننافس فيها. ما كانش حد يفكر من اللعيبه، وانا ما كنتش افكر اللي كان حد يقدر يقف على المسرح مستر اولمبيا للمحترفين. فدي كانت حاجه بالنسبه لنا ما بنفكرش فيها، كانت كبيره على 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 تفكيرنا. يعني انا شفتك، انا شفتك في ماتشات جمهوريه كتير وماتشات بطولات شركات خاصه هنا في مصر وكده، كنت تتوقع في يوم من الايام ان انا وانت هنبقى في فيجاس؟ لا مسرح لا خالص، انا كنت بشارك مسرح بسيط جدا. أيوة. وناس بسيطه جدا وما كناش بنفهم يعني ايه تجهيز، كنا على شباب صغيره جدا. كنت بفرح بالشهاده اللي هي بتيجي بكتب فيها اول احمد عبد الجليل اسمي 19 مثلا 17 سنه 16 سنه، فكنت بفرح في بفرح في اللي هو مثلا بطوله القاهره بطوله الجمهوريه، فبفرح بالشهاده دي بحطها عندي في البيت، ده كان هدفي. بعد كده رحت البطولات بقى الخاصه اللي هي الكبيره شويه، في بطوله بالانس بطوله احمد علي، البطولات دي بدات فيها، اعتبر البطولات دي كانت اول بطولات كبيره في مصر تتعمل. أيوة ما كانش في بطولات بتتعمل زيها في مصر من زمان. صح. فبدات بقى من ساعتها اخش البطولات دي، طبعا شفت مدرب شاطر زي كابتن محمد كمال طبعا. نعم. كان مدرب كيمو، فكان مدرب منتخب مصر ساعتها، فهو ده ساعتها كان التوب يعني حقيقه، وحد دلوقتي كيمو ما شاء الله. لكن هو المدرب ده الوحيد اللي انا كنت بادئ معاه عشان افهم ايه الدنيا، ما كانش معايا اي مدرب خالص. وبعد كده بقى انت كنت بتكسب البطولات اللي قبل، يعني اللي في البدايات بتاعتك دي ازاي من غير مدرب؟ كنت بكسب، ما دي نقطه بقى كنت عايز اتكلم فيها. انا كان عشان جيناتي حلوه، وانا ما اعرفش اللي كانت جيناتي حلوه. في البدايه انا ما كنتش اعرف اللي جيناتي حلوه. فانا كنت حتى تجهيزي ما كنتش بجهز، انا كنت بنزل بتمرن الجيم وبروح شغل 12 ساعه، اشتغل 12 ساعه متواصله في شغلي، واروح الجيم بالليل اتمرن زي اي حد جدا. عبد الجليل، عايزك وانت بتتكلم عايزك تبسط كلامك قوي للناس، لان انا لما بحب احط فيديو للناس عامه بخليه عايز الشباب الصغير اللي هو لسه طالع جديد. يعني فاهم قصدي؟ يعني انت وانت كنت لسه 16 سنه ما كنتش تفهم يعني ايه كلمه تجهيز. فانا دلوقتي بالنسبه لك الكلمه بقت درجه، والمحيط بتاعك الناس فاهمه يعني ايه كلمه تجهيز. بس انا عايز الفيديو اللي هيتفرج عليه واحد صغير عمره في السن مثلا 14 15 سنه وعنده شغف للعب كمال اجسام او الجيم عامه، كلمه تجهيز دي بالنسبه له مش يعني هيجهز يعني يعمل ايه، مش هيشتري انتري مثلا وثلاجه وبتاع مش عارف. أيوة. ما دي بالنسبه لنا. أيوة. للشعب او للناس اللي في الشارع كلمه تجهيز ان هو هجهز بيتي مثلا. مش عارف. فكلمه تجهيز لعب كمال اجسام دي مفهومها ايه من وجهه نظرك انت؟
هي دلوقتي الموضوع مختلف. ليه بقى؟ هم شايفين احمد عبد الجليل، شايفين بطل فلان بطل فلان بطل فلان، فشايفين ابطال كتير دلوقتي على الساحه وطالعه ومحترفين، بس مش عارفين اللي احنا بنعاني وكنا بنعاني من زمان. تمام، احنا كنا زمان مختلفين، ما كناش شايفين حد في الفيزيك مثلا طالع، ما كانش عشان نفكر نبقى زيه، لا يعني مثلا زي جيرمي مثلا ما كانش حد بيفكر يبقى زيه. عجبنا وكل حاجه، بس كان في الشباب يعني طموحها صغير جدا. دلوقتي الشباب يعني مستعجله عشان شايفين احمد عبد الجليل دلوقتي وصل. طب ليه هم ما يبصوش على السنين اللي فاتت دي كلها ويشوفوا احمد عبد الجليل صبر ازاي ودخل بطولات كتير جدا وجهز مع كذا مدرب وقابلت له مشاكل كتير عشان يطلع يحترف. تمام، فهي الشباب دلوقتي مستعجله بسبب النقطه دي، هي بتشوف بس دلوقتي الوقت الحالي، ما يشوفوش السنين اللي انت تعبت عليها. طب انت يعني عشان نقول ان انت بقيت لاعب للعبه الفيزيك، مش هنقول محترف لسه، بس لاعب للعبه الفيزيك، خدت منك وقت قد ايه؟ كمحترف كان انا احترف يعني؟ لا، ان هو ان انت تقف على بطوله احمد علي مثلا، تقف على مسرح بطوله احمد علي، خدت منك كام سنه من وقت الصفر لغايه لما وقفت على مسرح؟ لا مش كتير، ممكن مثلا لو انت ملتزم خلال سنه بالظبط تعرف تعمل فورمه حلوه جدا وتقدر تكسب بيها بطولات خاصه في مصر. تمام، يعني على اي شاب سهل جدا، هي على حسب برضو الجينات دي هي اللي بتحكم، مش كل جسم هو اللي خلال سنه يتجهز، بس انا جيناتي كانت كويسه وكان شكلي حلو، بس هي كان ناقصني تغذيه وكان ناقصني ان انا احسن من مستوى جسمي عشان ايه. فالكلام ده انا عملته في سنه واحده، فقدرت ان انا اشارك بطولات ذات احمد علي او بطوله بالانس، بطولات خاصه كبيره في مصر، وقدرت اكسب. وبعد كده عشان المحترفين اهل نفس المحترفين برضو نفس الكلام، خدت مثلا سنه او سنه ونص عشان اهل نفسي ان انا اخد كارت احتراف وبعد كده اتاهل المحترفين. طيب هنجري بالاحداث شويه عشان انا مش عايز الناس تمل. يعني هطلع بيك قدام ونرجع ورا شويه، بحب اعمل كده دايما طول الوقت. اكيد. فدلوقتي لما وصلنا ان احمد خد الفيزا بتاعت امريكا، طبعا هو المحرك او الدينامو للموضوع ده كله، انا مش هذكر اسامي، انا عايزك انت اللي تذكر اسامي، عشان بيبقى حلو جدا ان الشخص اللي خد حاجه هو اللي يشكر او هو اللي يتكلم عن الناس اللي ساعدته. الفيزا بتاعت امريكا هي حاجه من الاشياء الصعبه في مصر، ان انت تحصل عليها وان انت تروح تنافس في بطوله او كده، ودي دايما اللي بتبقى العقبه لاي لاعب كمال اجسام او فيزيك عامه. أيوه. انه بيجهز لماتش بيبقى جاهز ما بيعرفش يسافر. فيزا جت على الباسبور ازاي؟ بص، يا لحظه الفيزا، والفيزا اول ما جت بتاعت امريكا في الباسبور بتاعي، وشفت الصوره فعلا في الباسبور بتاعي، وتصور لي الباسبور على الموبايل، بعتت لي واتساب مش قدامي كمان. انا اللحظه دي فرحت اكنها البطوله بالظبط. يعني انا ما نمتش يومين بسبب الموضوع من كتر الفرحه اللي هي جات لي، اللي هي الفيزا جات لي. ليه؟ لان انا كنت بسمع الاول في وانا شخصيا اترفضت قبل كده فيزا، تمام، وبسمع برده عن اللعيبه اللي حواليا اللي بيجهز وترفض الفيزا، فده موضوع صعب جدا، لتعب تعب نفسيا وتعب ماديا وتعب كل حاجه على اللعيب يعني. فانا اول ما الفيزا دي جت في الباسبور واتبعتت لي، دي انا فرحت فيها فرحه ما تتوصفش، اكني لعبت البطوله وكسبت. ده يعني فرحه زي البطوله بالظبط بجد جدا. فتاني حاجه الناس اللي ساعدتني طبعا في موضوع الفيزا دي، انا ما مش انا لوحدي، هو مستر اسام كورتام طبعا، ومش موضوع واسط عشان الناس ما تفهمش غلط، هو موضوع اجتهاد وموضوع برضو اللي انا حد راح هناك راح عشان في إدارة. أيوة. الاداره دي ليها خبره اكتر، عشان هي راحت عارفه التعامل ازاي مع السفاره، انا ما كنتش عارف التعامل ازاي. فقعدوا يوعوني على الكلام اللي انا اقوله، ازاي هتكلم، ازاي طريقه كلامي هتبقى ازاي، فالكلام ده كله فرق معايا. ومستر اسلام شخصيا كان بيفهمني ازاي اتكلم وطريقه كلامي مع السفاره نفسها، فده كل ده فادني. والاداره تبع كيسكواد طبعا واقفين جنبي في كل حاجه، في يعني فوق الخيال بجد بجد، اللي انا كان قدامي. عايز اسالك في حته كده صغيره يعني وهنكمل، خليك واقف عند النقطه دي، بس النقطه دي دايما بتسر لي جدل في دماغي، هو احنا ليه بنقول اسلام كورتان وبعد كده بنقول كيو سكواد؟ مش اسلام كورتان وكيو سكواد هو كيان واحد؟ هو كيان واحد. اصلا انا حسيت ان اسلام بقى اشهر من كيو سكواد. هو كيان واحد، بس هو الشخصيه مستر اسلام كورتان بصراحه، ما هو ممكن هو يقول خلاص هي الاداره هتتعامل، لا هو ساعات بيتعامل شخصيا في حاجات صعبه جدا، بيتعامل فيها شخصيا هو بنفسه. بيخش بنفسه. لان هو في حاجات فعلا هو لازم يتدخل فيها، هو فاهم اكتر من ناس تانية، لان هو مر بالحاجات دي. طيب انا في سؤال يعني، بس سؤال يعني لازم تبقى فاهم انه خبيث شويه، عشان عايزين نعرف من وجهه نظر واحد من ضمن فريق كيو سكواد وتابع لاسلام كورتان،
وجهه نظره بيفكر ازاي. هل اسلام قرطان ديكتاتور ومتحكم يقول لك لا انت هتعمل كذا ويمين وشمال، ولا سايب لكم مطلق الحريه في اختيار كمدرب في سفريه في ماتش في اي حاجه؟ من وجهه نظرك انت بقى شايفها ازاي؟ لا مفيش الدكتوراه دي طبعا، مفيش الكلام ده مع مستر اسلام، مش دكتور طبعا ولا حاجه، لكن هي الفكره كلها هو مفيش يعني، هو ما بيحكمش على لعيب بالاسلوب ده، لكن بيبقى فيه اتفاقيه ممكن لعيب هو مش عارف مصلحته فين، او مصلحته او هو هيتدرب مع مين مناسب، ممكن اللاعب نفسه ما يعرفش كده، لكن بيكون فيه اتفاقيه بس مش حكم يعني، هي بتبقى حريه اللاعب. تمام اوكي انا عايز اتدرب مع فلان، بيبقى في اتفاق مثلا، بقول للمستر اسلام كذا كذا 1 2 3 انا اتدرب مثلا مع فلان في بطوله مثلا عايز اجهز لها بعد 7 شهور، فاحنا مثلا ممكن ناخد راي بعض يعني، هو ده اللي حطه ما بيني مثلا وما بين الفريق مثلا وما بينه، اللي هو يكون في اتفاقيه ناخد وندي بعض في الكلام. ليه؟ هو مثلا يكون ليه وجهه نظر للبطوله دي ممكن ما تروحهاش يا احمد عشان في اسباب كذا وكذا وكذا، او مثلا بعيده، او في بطوله اقرب كويسه، في بطوله في بلد مناسبه قريبه لينا، فالحاجات دي بتحصل على اساس اللي هي بنتفق مع بعض على الكلام ده. ما فيش احكام، ما فيش لا لازم تلعب البطوله دي، لا لازم يكون مدربك كذا، لا ما فيش الكلام ده. انا مريت شخصيا بكذا مدرب تمام، وفي مدربين انا ما قلتش لمستر اسلام للدرجه دي، ما قلتلوش وبدات معاهم بعد كده هو عرف وبرده ما حصلش اي حاجه، ما عرفتش. بس هو الفكره كلها اللي فعلا لازم انا اقول قبليها طبعا، هي الفكره كلها اتفاقيه زي ما بقول لك، عشان لمصلحتي قبل مصلحه الفريق كمان، لمصلحه اللاعب، عشان هو اكيد همه ان اللاعب يجهز صح ويجهز البطوله صح. بس كان من ناحيه الاحكام ما فيش اي احكام ولا في اي حاجه يعني السريت اللي هو لازم يلعب دي احمد يلعب دي احمد، ما فيش الكلام ده. حطينا الفيزا على الباسبور تمام، وحضرنا شنطنا ورايحين نركب الطياره الليله اللي هنطلع بيها على فيجاس. تمام قول لي بقى، انت سافرت مبدئيا دايركت من مصر على فيجاس، ولا كان في عندك ترانزيت وبعد كده ركبت؟ يعني احكي لي بقى القصه. يعني هو كان في ترانزيت طبعا، كنت رايح تقريبا مرتين ترانزيت تمام، بس كان السفريه طبعا متعبه عشان امريكا لو ترانزيت بتبقى بعيده وعدد ساعات اكتر بالزبط. فانا كنت مرتب لده كله، عامل وجباتي وكل حاجه ومجهزها عشان اقدر ايه اسافر ما اوقفش يعني بالنسبه للاكل بتاعي، عشان اهم حاجه في التجهيز اللي انا ما ينفعش الخبط فيه الاكل طبعا. فانا كنت مرتب ده كله، بس انا كان عندي فرحه اللي انا مشحون طاقه كبيره جدا، اللي انا رايح البلد اللي انا العب فيها البطوله وخلاص، مش هيبقى قدامي اي حاجه تقف قدامي صح. ففي فرحه من جوايا كبيره جدا، اللي انا خلاص انا دلوقتي رايح البلد قدامي اللي انا اتمرن واجتهد واكل كويس وامشي على النظام بتاعي كويس والعب البطوله. دي فرحه ما تتوصفش، عشان انا ارتحت. انت سافرت قبلها قد ايه؟ انا سافرت قبلها ب 20 يوم. طب كان عندك فرصه كبيره. كان عندي فرصه كويسه، لان انا قلت اسافر قبلها بشويه عشان البلد انا اول مره اروحها. وطبعا اللغه يعني انا شويه مش قوي في الانجليزي يعني، عارف شويه وشويه لا، علشان هم طريقه الكلام بتاعتهم سريعه جدا. في المحادثة. فأنا برضو قلت عملت حساب ده كله طبعا، اللي أنا أروح قبل البلد مثلا أروح أقعد فيها قبلها بعشرين يوم، بحيث اللي أنا أعرف الجيمات اللي هتمرن فيها، أماكن الأكل اللي أنا أروح أشتري منها أكل تمام، لأن الحاجات دي مهمة. أنت بقى كان في حد بيتواصل معاك مثلا من الإدارة يسهل لك الحاجات العقبات اللي وأنت بتتكلمش إنجليزي أيوة. والدنيا بالنسبة لك صعبة في العشرين يوم دول لغاية الماتش يعني، فكانوا بيعملوا معاك إيه؟ هو انا طبعا انا كنت باختياري اللي انا اروح قبل البطوله ب 20 يوم تمام. هو هم طبعا في كيسكوات والاداره قالوا لي الاحسن اللي انت تسافر معانا، كان في فعلا ناس مسافره من كيسكوات أيه. ومستر اسلام كان نفسه مسافر قبل البطوله مثلا بحوالي 7 ايام او كده أيه. فانا اللي رحت بدري بسبب اللي انا عايز اخد على وضع البلد صح. تمام فادام رحت بدري يعني هيكون لوحدي أيه. بس برضو هم ما سابونيش، كان في ناس بتتواصل اونلاين معايا في كل لحظه، لو في مشكله في حجز فندق او في مشكله في اي حاجه قابلتني مثلا بيكونوا معايا تمام. فده صراحه يعني كلمه شكر قليله طبعا على الاداره، لان هم مجتهدين، لان كان في كمان فرق توقيت، هم طبعاً بالليل طبعاً واحنا الصبح يعني مثلا اتصل على حد هو كان نايم يرد عليا تمام. فكان في اهتمام كبير جدا الصراحه. طب ده كويس يعني، دي الحته اللي احنا اعتقد ان كيو سكواد نجح بيها جدا، اللي هي الحته بتاعت المانجمنت او الاداره او اداره الازمات. يعني انا مش بقول كده عشان خاطر ان احنا بنعمل الحلقه انا وانت مع أيوة. كيو سكواد او اسلام قرطان هو صديق شخصي ليا، بس انا بفهم الناس اللي بتتفرج علينا يعني ايه كيو سكواد، وانا هستفيد من التيم ايه، يعني التيم ده هيضيف لي ايه كلاعب مثلا. لان هو كيو سكواد بياخدك من المربع صفر اكيد، بيوصلك لغايه مربع الاحتراف
واعتقد ان انت في اللحظه دي بتبقى وقفت على رجلك كويس جدا يعني، وبيبقى عندك سفريتين ثلاثه فتعلمت وتاقلمت وبتبقى عارف تتعامل ازاي. فده اللي بيقدمه كي اسكواد عامه يعني. طيب سؤال تاني بقى عشان نجري بالاحداث شويه. لما وصلت للاوتيل، احنا كنا البطوله قائمه في ذا اورلينز في لاس فيغاس، دخلت انا كنت معاك بنصور لحظه بلحظه والناس هتبقى شايفه اللي احنا بنعمله دلوقتي حالا يعني. اللحظه اللي انت طلعت من مصر ووصلت هناك وخلاص دخلت ذا اورلينز وبتمضي الاستلام بتاع الرقم ويدوا لك اللبس بتاع بطوله مستر اولمبيا، احساسك عامل ازاي؟ طبعا ده حاجة برضو من الحاجات اللي أنا فرحت فيها جدا، لأن كل خطوة أنت بتقرب ليها المسرح أولمبيا دي حاجة بتخليني من جوايا اللي أنا يعني عندي طاقة كبيرة جدا، لأن اللحظة دي أنا بستناها يعني. أنا بجهز مثلا 6 شهور أو 5 شهور وأقعد أتعب كل يوم مرتين صبح وليل وتجهيز، وأستنى اللحظة دي اللي هي اللي أنا أستلم فيها الرقم واستلم فيها اللبس بتاع مستر أولمبيا اللي هو أول مرة أستلم الجاكيت بتاعه. أنا كنت شايف الفرحة عليك أصلا يعني اللي هو عادي. لدرجة اللي أنا في وقتها قلت لك هنا قلعني أنا عايز ألبس الجاكيت تمام، ورحت لابس الجاكيت وتصورت بالرقم. أيوة. فهو كمان كان باين عليا اللي أنا فرحان جدا، لأن جاكيت أولمبيا ده اللي أنا بشوفه اللعيبة بتتصور بيه. أيوة. اللعيبة الكبار بتتصور بيه وتاخد الرقم وكله، كان إحنا كنا بنتفرج على الحاجات دي. أيوة. فيوم ما أنا ماجي أنفذها مثلا وأتصور بيها وإحساس اللي أنا أقف على أكبر مسرح في العالم، فده احساس رهيب. دي خطوه خلاص يعني بكره البطوله خلاص. أيوة. فده احساس اللي هو الاول اللي هو بتاع الفرحه، غير فرحه اللي انا اقف على مسرح اولمبيا لسه اللي هي بكره بالظبط. يعني فرحتك وانبساطك بالجاكيت بتاع مستر اولمبيا والرقم، واستلمنا الظرف اللي بيبقى فيه الكارت بتاع الاوتيل والحاجات دي، كنا مبسوطين جدا. الانبساط ده كله هل يقدر واحد، انا عارف ان انت مش شخص يعني غني، مش ما عندكش ثراء فاحش، انت شخص ميسور الحال اللي هو بتقدر تدبر يومك، فاهمني؟ هل الفرحه بتاعتك هتبقى نفس فرحه واحد ميسور الحال ويقدر ان هو يسافر امريكا ويروح اولمبيا وزي ما بيقولوا بفلوسه يعني، فاهم؟ اعتقد ان انت كنت الحاله الماديه ما كانتش قويه جدا، فاكيد الفرحه هيبقى فيها نسبه وتناسب مختلف. فانا عايزك تشرح لي من وجهه نظرك ليه انا بسالك السؤال ده، لان في حد بيتفرج علينا اكيد يقول لك انا معيش، انا مش هروح، انا مش هعرف، انا الدنيا وقفت معايا. فعايزك ردك انت للشخص ده هيبقى عامل ازاي. بص بقى انا هبسطها لك في الاجابه. أيوة. تمام. السؤال ده مهم جدا، ما حدش ساله لي قبل كده. أيوة. او ممكن يتسال بس مش بالتفاصيل دي. أيوة. لكن انا اقول حاجه واحده، انا ازاي بلاقي نفسي فرحان واتبهب نفسي اللي انا وصلت لمستر اولمبيا من اللي انا كنت بادئ من الصفر فعلا، ولحد ما وصلت مستر اولمبيا برده كان حالي برده اللي هو صعب، ما أهلنيش اللي أنا فعلاً أتقدم خطوة بس من الخطوات اللي أنا أتقدمتها. أنا بعمل حاجة واحدة، إيه اللي هو اللي أنا بفكر فيه وقت ما أنا عارف أفلام الكرتون مثلاً بعد ما في روح مثلاً من الجسد أو حاجة تطلع وتشوف نفسها. أنا كنت بعمل كده، أنا مثلاً بتخيل في دماغي اللي أنا كأحمد من جوايا أطلع من بره مثلاً خيالي، أطلع كده وأشوف نفسي أنا عايش فين تمام ومريت بإيه تمام، وبشوف انا بشوف نفسي بتحرك ولعبت بطوله كذا ولعبت كذا، وكنت بلعب بطولات جمهوريه وبطولات قليله لمسرح مستر اولمبيا. فانا كنت بطلع من جواه كده بشوف نفسي اللي انا الحاجات دي انا مريت بيها. فالحاجه دي بعد انا بعد ما اشوف نفسي كده ومريت باللي انا وصلت له من البطولات الصغيره لبطولات كبيره لبطولات كبيره لحد مسرح اولمبيا، فانا دي حاجه بالنسبه لي بفرح بيها جدا، فرح ما توصفش، وبالتالي بتخلينا اكمل اكتر. أيوة. ليه بقى؟ لان الشباب دلوقتي هي بتفكر تفكير سريع. أيوة. تمام، اللي هو يعني انا على قد حالي مثلا، مش هينفع اسافر ومش هينفع اعمل طب ما انا نفس الكلام. تمام، بس انا نجاح ورا نجاح ورا نجاح خلى طموحي يكبر. تمام، وفعلا بتبص لنفسي من بعيد، خلاك مصدق ان انت تقدر. خلينا نصدق، لان انا بصيت لنفسي من بعيد اللي انا قدرت على حاجات كتيره. أيوة. تمام، فاكيد هقدر على اكبر على اكبر. لحد دلوقتي برضو طموحي كبيره جدا وبتكبر كل يوم اكتر اكتر جوه المجال وبره المجال. تمام، فدي حاجه من الشباب بقولها لهم اللي هو ما تستعجلش. احمد عايز اسالك سؤال واحنا لسه مكملين، والسؤال ده للناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي. هل احمد جاهز بفول وطعميه؟ جات عليه الفترة اللي هو كان بياكل فول وطعمية ويجهز بيهم لان الحال المادية ما كانتش مساعدة؟ اكيد اكيد، ده في البداية خالص ايام بطولات الجمهورية والكلام ده انا كنت عادي باكل كشري واطلع المسرح.
فاهم، واكل اي اكل واطلع من مصر عادي، كان جسمي عادي جدا وما كنتش اعرف يعني تجهيز. وكان في تجهيز مره عليا، كنت مثلا اشتري الاكل اللي هو اقل قيمه شويه، الفلوس المبلغ اللي هو هشتري فيه مثلا، كنت احاول اروح اماكن زي السوق، مش اروح سوبر ماركت واشتري الكيلو الفراخ مثلا 90 جنيه السرور والكلام ده، لا انا كنت اروح اشتري اماكن الجمله واقعد انا الف بنفسي، انا اللي بشتري الخضار وبشتري الفراخ وبشتري اللحمه. ولحد يومنا هذا انا بعمل كده توفيرا لنفسي ومصلحتي طبعا. بس انا كنت في البدايه كان اكتر طبعا عشان كانت المادات صعبه اكتر، تمام، فانا كنت بعمل كده، بنزل بنفسي ادور بكل حاجه اجيبها بسعر مناسب، غير اللي انا اجيب سعر حاجات عاليه. بالظبط. الليله اللي انت هتنام فيها وتصحى الصبح هتروح على المكان بتاع الماتش، الليله دي عدت عليك ازاي؟ انا ما كنتش عارف انام. انت كنت لوحدك في الغرفه ولا كان معاك حد؟ لا انا كنت لوحدي، تمام، لكن انا ما كنتش عارف انام من الفرح، عايز اليوم ده يعدي بسرعه، عايز المسرح خلاص اطلع بعدها بساعه، تمام. فكنت باكل وجباتي وكنت بعمل كل حاجه بسرعه بسرعه، بحس ان انا اجي انام اوكي من التعب، المفروض اكون نايم ومرتاح. وعلى فكره النوم مهم جدا كان في اليوم ده، لازم انام طبعا. لكن كنت انام واصحى بحس ان انا عايز العب الماتش، عايز يلا عايزين نلعب، عايز اقف على المسرح بسرعه. فده كان احساسي في اليوم ده بجد، اللي هو قبل الماتش كان غير اي بطوله لعبتها في حياتي، اللي هو انا عايز الماتش ده يجي العب بسرعه، عايز العبه عشان اجرب وقفه المسرح دي واشوف الناس اللي انا كنت بتفرج عليهم وانا صغير، هم ابطال مستر اولمبيا بقالهم سنين بيلعبوا على مسرح اولمبيا، فكنت مستني حتى اشوفهم، تمام. فده يوم برده يعني كل حاجه في مشوار الاولمبيا كل حاجه ليها فرحه خاصه يعني. نزلت صحيت حضرت لبسك وابتدينا نتحرك، انا كنت معاك انا فاكر، ابتدينا نتحرك عشان انت هتركب، كنت انا اعتقد هاخدك معايا في العربيه ونروح على المكان، بس اداره اولمبيا قالوا لا لازم يركب لازم الباص، في الباص مع بتاع التيم كله عامه مع تيم اولمبيا، مع تيم اولمبيا بالظبط. فطبعا دي كانت لحظه فارقه بالنسبه لك اكيد برضو، اللي هو معيش حد بيكلم انجليزي وهعمل ايه عارف الحته دي، بس انا فعلا سبقتك هناك وكنت سالت هم هيقفوا فين بالباص، وانا يعني انت وصلت لقيتني في وشك. اللحظه اللي لما وصلت وبقيت شايف الارينا قدامك او المكان المقام فيه اولمبيا، وهنبتدي نخش انا وانت رايحين للون، كنا رايحين انا وانت عشان نرش، والناس بتتفرج برضو على موضوع الرش ده معانا، وحتى كان في اللحظه دي بريون اللي هو كان الكينج بتاع الكلاسيك فيزيك كان في اللحظه دي بيرش معاك في نفس احساسك ايه بقى وانت بتتعامل عندك بريون وعندك لاكي ليبرا الناس كلها حواليك ابطال اولمبيا الناس كلها حواليك وراين تيري والناس دي انت بقيت واحد منهم من بطوله على قد حالها لاكبر بطوله على وجه الارض. اللحظات دي صعبه مش سهله يعني، اكيد جدا. احكي لي عنها. هو بص دي بقى دي حاجه كده لوحدها خالص، تمام، لان انا اقول لك على حاجه، انت مثلا احنا مش ممثلين او ناس كبار في الحياه عامه، مثلا لو في مثلا بلاش اقول اسامي بس ممثلين مشهور جدا، ممثلين مشهورين جدا مثلا، تخيل ان انت قاعد في وسطهم مره واحده وانت اصلا كنت بتحبهم ومش من المشجعين بتاعهم، تمام، فتخيل ان انت في يوم ان انت قاعد في وسطهم ورايح المكان اللي هم بيقعدوا فيه وينافسوا فيه وبقيت انت زيك زيهم في يوم وليله على طول، هم بقالهم سنين بيشاركوا في اولمبيا وسنين بينافسوا عشان يقفوا على المسرح ده، تمام. فانا كنت يعني فرحه ما تتوصفش، اللي هو انا مش مصدق اللي جنبيه مثلا راين تيري او جنبيه لوكي ليبرا او جنبيه الناس اللي هم الابطال، اروح مكان اللي انا بادهم فيه الاقي مثلا بطل مستر اولمبيا كلاسيك فيزيك الاقي براين اللي احنا بنتفرج عليه وموهومين بيه. لو كان بيقول لك كلام حلو حتى عمال يقول لك يعني واو وجسمك حلو، فده حاجه انا فرحت بيها جدا طبعا، اللي هو كلمه حلوه من الناس اللي هم الابطال دول، مع عندهم خبره اكتر طبعا لان هم اكبر مني سنا وكمان هم من زمان وهم بيشاركوا في اولمبيا، فحاجه زي دي تفرحني جدا اللي هو يشوفني او انا اشوفه يعني قدام بعض، تمام. فدي حاجه يعني ملهاش وصف، لان انا كنت في يوم في الايام كنت بفكر ان انا يعني اتصور مع الناس دي. ايوه بالظبط، مش انافسهم يعني. انا كنت زمان كنت اتصور على اشوف صورهم مثلا، اشوف انا نفسي فلان ده يجي مصر مره مثلا اتصور معاه، لوكي ليبرا او راين تيري مثلا انا هستناه البطل ده عشان اجي اتصور معاه. فيوم وليله اللي انا مثلا في يوم اللي انا اجي وانافس معاه على الستيج، فدي حاجه رهيبه. هنخش الجزء الثاني اللي هو بتاع اللون نفسه. انت كنت بتدهن بدهانات احنا مش هنقول اسامي،
انت كنت بتدهن بدهانات الاول صبغات على الجسم في البطولات اللي هي بتاعت ايام البدايات، لفجأة واقف قدام اكبر فريق بتاع تان او بيرش اللعيبة في العالم، والبنت اصلا كانت مبهورة بامكانياتك وعضلاتك، فاحساسك ايه برضو وانت اللي هو بتفتكر بالذكرى كده ساعة لما كنت بتعمله كده فجأة خيمة وانت جوه وحاجات وهيترز ومراوح شغالة عليك وبناخد ليرز او طبقات من الرش وصف لي ده. دي حاجات بقى يعني برضو من الحاجات انا ما فكرتش فيها، انت صراحة انت اللي فكرت فيها. بص انت عرقت مبدئيا من السؤال يعني. فانا صراحة والله العظيم ما فكرتش فيها. تمام، دي الحقيقة. تمام، انت اللي فكرت فيها وانا ضحكت من كتر السؤال اللي انت سألته لي ده. فانا في يوم كنت فعلا في البطولات الجمهورية، والبطولات دي انا مش بقلل منها طبعا عشان دي كانت احلامي في يوم من الايام، لكن ساعتها احنا كنا بنشتري مثلا التان ب 20 جنيه، وتان معمول كده بالوان وفي روج وفي حاجات كده في تفاصيل يعني، بس كنا بندهن عشان نطلع بشكل كويس. بس كنت اجيب واحد صاحبي ويهوي لي شويه بالبتاع بالفوطه ويقعد يسكنني بالفوطه. تمام، ويقعد يدهن لي، وساعتها ابقى جسمي ملطخ واطلع على المسرح في حته فيها لون وحته لا، وشي فيه لون وحاجات كده غريبه كانت بتحصل. اولمبيا موضوع تاني، اللي انا واقف قدام ناس تيم كامل. تمام، مخصص اللي هو يشوفني كذا مره بعد ما ادهن وقبل ما ادهن انا احتاج اني درجه من الالوان، لان اجسامنا مختلفه، في الابيض في الفاتح اجسامنا مختلفه، فهم بيقرروا انت هتدهن اني طبقه من اللون عشان تكون مناسبه معاك على الستيج مع الاضاءه. ده كله هم بيفرقوا معاهم عشان هم مخصصين للكلام ده. تمام، وطبعا في تلميع، وواحد بيلمع وواحد بيهوي في مراوح، يعني اخر دلع الصراحه. فده حاجه يعني صراحه يعني حاجه بروفيشنال، حاجه انا كنت على قد فيها، فحاجه برضو يعني كذا فرحه انا بمر بيها صراحه. عايزين طول واحنا ماشيين على اللاين واحنا بنتكلم او بنسال، انا عايزك تفضل باصص للكاميرا وتقول لي اللي بيتفرج عليك صدق حلمك يعني، او صدق ان انت تقدر، فاهمني؟ مش عايز ده يفضل مجرى الحلقه بتاعتنا، لان انت بالنسبه لي مش بصور معاك مثلا عشان احمد عبد الجليل المحترف اللي راح وقف على اولمبيا، لا انا بصور عشان احمد عبد الجليل هو فكره بدات من الصفر لغايه لما وصلت لخط النهايه في وقت قصير. طبعا في مساعدات من ناس حواليه كتير، كتير جدا. بس لو حتى المساعدات لو توفرت لبني ادم هو ما عندوش الباشن او الرغبه انه يعمل حاجه زي كده هو مش هيتقدم خطوه. فانت استخدمت الحاجات اللي حواليك كلها، وطبعا كي او سكواد هو اللي فعلا خلاك تتحرك خطوات سريعه جدا يعني. خرجنا من اللون ورايحين على الاوضه بتاعه الراحه اللي اللعيبه بتستريح فيها وبيحملوا فيها. طبعا انا عارف انت كنت ميت يعني طول الوقت. ايوه انت الوحيد اللي كنت شايفني. انا بموت. بس احنا عملنا حركه حلوه جدا، ان احنا خلينا الجمهور معانا في اللحظه دي ينتر اكت او يتفاعل معانا على الانستجرام في اختيار الشورت بتاعك اللون، وخليناهم يشوفوا تفاصيل هم ما كانوش شافوها قبل كده. انا بصراحه كنت سعيد ان انا بعمل حاجه زي كده ومعاك، بس انا عايز اقول لك لما دخلت الغرفه بتاعت الاستراحه وشفت اللعيبه، وكان معانا لعيبه اللي هم ال 212 كان موجود معانا، فاحساسك كان عامل ازاي؟ وهل انت قدرت من جواك تبقى مصدق ان انا لا انا ليا مكان في الاوضه دي انا كمان، ولا انا قاعد قطه صغيره خايف وبتاع؟ انا طبعا مش هقول كده عشان انا يعني مثلا اديتك دافع وخليتك تبقى انت واثق من نفسك، بس انت من جواك كنت عامل ازاي؟ انا من جوايا كمان يعني بص، انا زي ما انا بقول لك كل مرحله بالتفاصيل، لو حاجه صغيره بمر فيها في لحظه اللي انا هلعب اولمبيا دي، التفاصيل الصغيره كانت بالنسبه لي حاجه نجاح كبير جدا. حتى التفاصيل دي وقت باك ستيج بعد ما احنا نستنى مثلا دورنا اللي احنا نطلع بعد التان، ولازم نستريح، لازم نحمل الحاجات اللي احنا بنحمل، كل لاعب بيحمل مع نفسه في وقت محدد، فانا كنت بتفرج عليه. انا كنت بشوف اللي حواليا، لان الناس دي انا ما شفتهاش، كنت بتفرج عليها بس في الصور والفيديوهات والكلام ده. انا الناس دي كنت بتفرج، فهم فجاه بشوفهم ازاي بيتعاملوا. هم يعني هو اكيد بشر زينا وبيتعاملوا زينا وبيحملوا عادي يعني، مفيش اختلاف. بس انا بشوف واحد انا كنت بتفرج عليه بياكل جنبي، بياكل ازاي، بشوف تفكيرهم عامل ازاي، التعامل على فكره بيتعاملوا وبيهزروا جدا يعني مع اي حد، مفيش مثلا تكبر ابدا، مفيش اي حاجه من دي. مش هو
مثلا بطل اولمبيا يتكبر مثلا حتى بحركاته، لا بيهزر مع الناس كلها ايا كان منهم، بيهزروا ويتكلموا مع الناس عادي ومع بعضهم، وحتى على السج تمام او باك السج نفس الوضع، يعني اللي هم يعني بيهزروا مع بعض وعادي يعني اكنها مش بطوله، هي في منافسه على السج بس باك السج اكنها مش بطوله، اكنها اصحاب وعادي كل واحد بيسخن وبيكلم التاني ومفيش اي مشكله خالص. بالزبط. طيب خرجنا من الاوضه بتاعه الاستراحه وابتدينا اخترنا احنا الشورت الاخضر ولا الشورت الاحمر؟ الشورت الاخضر. الاخضر بالظبط كده. لبسنا الشورت وخارجين من الاستراحه رايحين على الستيج باك ستيج الاول هتسخن في منطقه التسخين. طبعا الناس كلها دلوقتي يعني اهو انا هتبقوا شايفين احمد وهو خارج على الريد كاربت من جوه الغرفه ورايح لمنطقه التسخين وهتشوفوا التسخين بتاعه. دخلت في وسطيهم، انت لازم تعمل بامب، لازم بقى تسخن وتفوق العضلات وكده. في الباك ستيج بتاع البطولات القديمه ما فيش الكلام، انت بتطلع بتلعب ضغط و... ايوه باك ستيج بتاع اولمبيا كان فيه جيم. ف اشرح لي دي حاجه. طبعا انا كنت مستنيها وكنت مستني النقطه دي برضو عشان اسخن في وسط الناس دي بالدنابل وبالاجهزه تمام. ليه بقى؟ انا كنت بتفرج برضو على الفيديوهات وهم بيسخنوا باك ستيج تمام. انا كنت بروح باي بطوله بقول ليه البطولات دي بفش زي اولمبيا بفش مثلا باك ستيج وفيها تسخين ودنابل واجهزه وعقله ومتوازي والكلام ده عشان نطلع فايقين وعضلاتنا حلوه. اي بطوله كنت بسخن ضغط، اجيب اي حد يسخن لي كتفي فده الكبير اللي انا كنت بعمل اي حاجه من دي عشان اسخن للبطوله. ما انا كنت برضو مستني النقطه دي لان النقطه دي بالنسبه لي حلوه، اللي انا اعمل بامب حلو قبل البطوله عشان اطلع على السج على طول، وجنبيه برضو احساس اللي هو العضلات اللي جنبي دي كلها ناس محترفين وناس بروفيشنال على مستوى سنين، مش السنه بس دي، على مستوى سنين كانوا بينافسوا وكنت بتفرج عليهم، اللي انا برضو بسخن جنبيهم وبلعب زيهم زي بالظبط، يعني احنا كلنا كنا واحد. فده احساس برضو يعني زي ما بقول لك كل حاجه ليها فرحه. سخنت في وسط الناس ووقفت في اللاين اب وطالع السلم، فتحت الستاره وبوم في سنتر المسرح وقدامك لجنه الحكام وجمهور كتير غير الجمهور اللي احنا متعود تشوفه. دي بقى صدمه الفرحه الكبيره بقى. يعني انا اللي انا ما كنتش اتوقعها، لان الجمهور ده انا مش بشوفه غير مره واحده، اللي انا اول ما اطلع من السج اول مره انا مش بشوفه، حتى باك السج انا مش شايف اي حاجه، مش شايف الحكام، مش شايف العدد الكبير اللي قاعد بيشوفني يتفرج عليا تمام، مش شايف ده كله. انا جيت من على الباص جيت على باك السج سخنت وحملت وطلعت على المسرح، لقيت قدامي منظر رهيب عمري ما شفته في حياتي. بالزبط. المنظر ده يعني انا عمري ما شفته في حياتي بجد، لان المنظر ده يعني في يوم يعني انا طالع على السج انا مش عارف، انا بضحك بدي ابتسامه واعمل العرض بتاعي بس من جوايا في مرعوب رعبه، يعني اللي هو يعني رعب بجد من جوايا، في رعب كبير جدا وبحاول ان انا اغطيه اطنش، يعني احاول اركز في العرض بتاعي طبعا عشان ما توترش. وكان عندي ثقه وما كنتش عايز اخاف ولا اخوف نفسي، بس انا كان المنظر مفرحني جدا جدا ورهيب جدا. يعني مش هقول مش خايف، لا كان في خوف بس عشان المنظر ده انا ما مرتش عليه قبل كده. اللي هو عدد كاميرات كبيره جدا، ناس محترفين بيتفرجوا عليه من مدربين، وانت عارف المدربين كلهم بيبقوا قاعدين مثلا من محترفين، فده بحد ذاته اللي انا اشوف برده مدربين محترفين بيدربوا ناس بروفيشنال على مستوى السنين وليهم اسم اشوفهم بيتفرجوا عليا تمام، فدي حاجه يعني انا مش عارف اوصفها بجد. بالظبط بالظبط. طب هل من الثقه اللي جات لك شويه ان اسلام كورتون كان قاعد في الفرونت لاين او الصف الاول كان؟ بص يا النقطه دي مهمه وكنت عايز اتكلم فيها لوحدها. لان النقطه دي انا فعلا على السج كنت عارف مستر اسلام قاعد فين. وبصيت عليه فعلا لان انا عايز اشرف الراجل ده، لان مستر اسلام كنت عايز اشرفه لان هو تعب معايا تمام، وهو اللي وقف معايا من البدايات بطولاتي لحد الاحتراف، لحد ما كسبت كارت الاحتراف، لحد اولمبيا نفسها، لحد المسرح ده، لان انا قلت له في يوم من الايام ده كان حلمي اللي انا اقف على المسرح ده، وفعلا كان هو قدامي وانا واقف على السج وحققت حلمي تمام. فاللحظه دي انا كنت عايز اشرفه وفعلا الحمد لله شرفته بمستوى كويس، بس اللحظه دي كنت عايز اقول له اللي انا هو انا فاجئته على فكره. مستر اسلام ما كانش عارف مستوايا، ما كانش عارف انا طالع بايه قبل البطوله، كنت عايز انا اعملها له مفاجاه تمام. وطبعا هو انبسط بيا جدا وانبسط بالمستوى اللي انا شرفت بيه فريق كيو سكواد. طبعا اللي هسالك عليه دلوقتي بقى الحته، انت دخلت في الدخله الاولانيه على المسرح كان معاك لعيبه كتير فاهمني، فانت كنت عارف ان هو بتبقى متداري في وسط التركيز برده مش عليك لوحدك قدام.
باك ستيج دخلت في الراوند الاولاني وانا جريت لك ورا واتكلمت معاك شويه حتى احنا مصورين شويه والناس ممكن تشوف. وبعد كده دخلت العرض الفردي السبوت لايت عليك لوحدك قدام الحكام وقدام الجمهور وانت لازم تملى الدقيقه بتاعتك على المسرح. انت كنت جاهز بالعرض بتاعك؟ كنت عامل روتين معين هتخش تعرضه على الستيج نفسه؟ والاحساس بقى وانت لوحدك على المسرح كان عامل ازاي؟ طبعا دي برضو حاجه كانت انا مش هقول ان انا كنت اكيد واثق من نفسي كل حاجه، بس كان جوايا رهبه رهيبه اللي هو اللي انا طالع اعرض لوحدي، فانا باكي الستيج عمال اعرض قدام المرايه، طب اعمل الزاويه دي، طب اقف كده، انا اكيد كنت محضر حاجه، بس وقت الستيج نفسه بيروح جنبي الناس عماله تعرض وانا مش شايف حد. اوكي مش شرط ان انا اخاف من حد، لكن انا عايز ارتب لنفسي شكل كويس جدا، ومش هقول ان انا كنت مرتب. انا طلعت اتلخبطت على فكره، بس انا طلعت برضو بشكل مرتب، محدش لاحظ قوي يعني، محدش لاحظ هو العرض المناسب والعرض الصح، ما غلطتش في حاجه، بس انا كنت عامل شكل ترتيبي ليا خاص في العرض ليا مخصوص شكل مختلف، لكن ما تنفذش بسبب اللي انا اول مره والرهبه اللي انا مثلا هطلع لوحدي وجنبي ورايا ابطال وقدامي واحد اللي هو واخد ثالث اولمبيا، تمام، ده كان قدامي، فانا مستني هو يعرض، تمام، انا مستني دوري بقى، اسمي بعد ما يتندي دي برضو تبقى هزه جامده، واللي هو ايجيبت احمد عبد الجليل، فدي بتبقى هزه تستناها انت بقى، بتخش بقى لازم تكون فارد نفسك جامد، ما ينفعش تخش تكون يعني همدان، لا انت لازم تخش الدخله يعني لازم تكون جامد وفارد عضلاتك كل حاجه. فاللحظه دي برضو انا حاولت امسك نفسي باكتر حاجه عشان اعرف اعرض واعرف اللي انا اقف قدام الكاميرات دي كلها بشكل كويس، بس انا اوعدكم الشكل اللي جاي ان شاء الله يبقى حاجه تانية. خلصت العرض الفردي بتاعك ودخلت وعملت الراوند تاني كلكم مع بعض وكل حاجه، خلينا نتفق، وده هيبقى محور الجزء الاخير في الحلقه، ان انت كنت شكلك جامد بس ما كنتش بنفس الحجم اللي يقدر يقف مع الشباب دي. احمد عبد الجليل ما قصرش لان هو كان شكله السيمتري والجمال العضلي والنشافه والحاجات كان جميل، احمد عبد الجليل كان جميل، بس مقارنه بالشباب اللي كانوا واقفين جنبه اللي هم ابطال مستر اولمبيا انت كان في فرق شويه. انت بقى خطتك ل 2021 هتبقى عامله ازاي؟ انا عايز بس اقول نقطه واحده، النقطه دي اللي الناس اللي كانوا جنبي مش اول مره يطلعوا، أيوة، ما هم طلعوا زي في البدايه، احنا مش تقليلا منك، تمام، بس احنا عارفين، بس ايه دايما يقول لك اللاين هو اللي يبين اللاعب ويبين الديفوهات بتاعته، لكن لو أكيد. انت بتتمرن لوحدك في الجيم وقدام المرايه وبتاع انت جامد، لكن اقف جنب بقى اللاين اللي الحكام هيحكموا عليه بتبتدي تظهر الاخطاء اللي عندك او الحجم سواء كبير صغير هتشتغل عليه ازاي. ف انت من وجهه نظرك 2021 اتعلمت ايه من 2019 اللي هتنفذه في 2021؟ انا اتعلمت كتير جدا الفتره دي، غلطت فيها كتير، مش هقول ما غلطتش عشان دي اول تجربه ليا، لكن اللي جاي كله هيبقى مرتب بشكل صح عشان انا مريت بيه، تمام، ومش مش هيتكرر الغلط ده تاني اكيد، تمام. من ناحيه المستوى، من ناحيه المستوى ده انا شايف تمام، حجمي كان صغير، اوكي، هو اللي انا هشتغل عليه الكثافه العضليه، الكثافه العضليه دي غير اللي هو المساحه، انا كان عندي مساحه لكن مساحه فاضيه، هم كانوا عندهم كثافه عضليه رهيبه طبعا. طبعا كان ناقصني الفرق ما بينهم، انا كان عندي مساحه وممكن اللي انا ابان شويه من بعيد اللي انا حجمهم، بس العكس فعلا في حاجه اسمها كثافه عضليه. الكثافه العضليه دي هم فعلا كانوا اكبر مني ككثافه عضليه، انا كان عندي مساحه لكن ما عنديش كثافه عضليه، هو ده كان الفرق بس، وهو ده اللي هشتغل عليه، وهو ده لازم اعمله عشان اقف على مسرح اولمبيا. انا مش هعمل كده او اطلع نفس المستوى تاني اللي انا طلعت بيه، لان انا هدفي دلوقتي وطموحي مستر اولمبيا نفسها، فطموحي كبرت، تمام، فلازم اشتغل على نقطه ضعفي اللي هي الكثافه العضليه دي اللي ناقصني بس كده. طيب من وجهه نظرك دي تتصلح ازاي؟ يعني ايه اللي احمد عبد الجليل انا عارف ان الكثافه العضليه دي بتيجي مع مرور الزمن بالنسبه للاعب والتطور بالنسبه للاعب والاستمراريه، ايه اللي احمد كان مقصر فيه وابتدى يشوفه ان ده كان فيه تاثير فهيبتدي يتحسن في 2021 عشان خاطر يقدر يوصل للشكل اللي يبقى يقدر ينافس مع اللعيبه اللي واقفه؟ هو السبب طبعا اللي انا قصرت فيه هي حاجه غصب عني مش حاجه بمقدرتي، لان انت لو تفتكر كنت بشارك بطولات كتير عشان اتاهل اولمبيا، تمام، شاركت 3 بطولات عشان اتاهل اولمبيا بالبوينت ده في 2019، تمام، فكان بيحصل لي ظروف اللي هي مثلا كان عندي اصابه خلتني اريح فخلتني عضلاتي تقع،
فالحاجات دي لازم استمراريه عشان اعمل كثافه عضليه. فانا ما استمرتش غصب عني، كان بيحصل لي ظروف خاصه اللي انا مش مقدرتي، يعني مثلا عمليه مره في فيزا ما طلعتش، مره في بطوله وانا بتاهل. فالاستمراريه اللي انا جاهز لبطوله 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 واعمل كثافه عضليه كثافه عضليه دي لازم. تمام، ده اللي انا ما عملتوش عشان كان غصب عني، كنت بريح غصب عني، في اصابات في حاجات حصلت لي في السنه دي فعلا، فدي اللي خلتني اقف واعمل مستوى اللي هو بفوش كثافه عضليه اكتر اللي هي المناسبه لمستر اولمبي. تمام، بس انا عملت اكتر من اكتر من اللي انا اشتغل عليه، عملته عشان اقف على المسرح ده. طبعا ازاي بقى اللي انا اصلح منه، ويجي ازاي الكثافه العضليه دي تيجي ازاي؟ هو اكيد محتاجه وقت. تمام، بس اللاعب على قد ما يقدر لازم يجدد من تمرينه، التمرين بتاعه اسلوب التمرين. تمام، ما ينفعش اجي اتمرن وخلاص تمرينه وخلاص اعمل اللي عليا وامشي، لا، التمرينه لازم تكون حاجه مكثفه كده تبع محترفين مش تمرين عاديه. فهو ده على قد ما اقدر هجتهد فيه، هو ده اللي هيحسنني. اداء التمرين لازم اغير منه حاجه البروفيشنال شويه في التعامل مع التمرين مع العضلات نفسها. طبعا التجزئه والحاجات دي احنا ماشيين عليها، بس هو هيفرق في التمرين والوقت، بس انا احاول اكتر على قد ما اقدر استطيع ان انا اشتغل اكتر في التمرين. احنا دلوقتي واصلين ان 2021 انت لازم تلعب اولمبي، لان انت المحترف اللي احنا دلوقتي بنفتخر بيه في مصر. عندنا محترفين كتير بس محدش منهم لسه راح اولمبي، ممكن 2021 حد يروح معاك. احنا لسه يعني عندنا تقريبا في مصر دلوقتي داخلين في حوالي 25 محترف او 26 محترف لو انا افتكر صح، يعني تقريباً. والله اعلم من ممكن يكون في كل الفئات ارقام واقعه مني. يعني لو احمد عبد الجليل رايح لماتش ل 2021، الفتره الزمنيه المطلوبه قد ايه يجهز؟ وفي نفس الوقت الجزء الصعب اللي هيبقى في السؤال اللي هو هل احمد عبد الجليل هيجهز التجهيز المطلوب منه وهيروح اولمبيا وهو كسبان من اول ماتش، ولا هيضطر ان هو يشارك في ماتشات كتير عشان يجمع نقاط عشان يروح لاولمبيا؟ بص، يا فتره التجهيز انا في نقطه برضو كنت هتكلم فيها، اللي انا كنت الاول بجهز 3 شهور شهرين ونص واطلع بطوله. تمام، الكلام ده ما ينفعش طبعا كمحترفين. انا يعني اتقدمت برضو في فكري، تمام، فشفت اللي هو اصلا لازم اعمل اوف سيزون طويل. تمام، اللي انا اعمله اللي هو اوف سيزون مثلا 6 شهور، اقل حاجه 6 شهور وشهرين مثلا ننشف فيهم. تمام، فكل المده كلها 8 شهور عشان اجهز لاقرب بطوله ليا. تمام، فدي المده المطلوبه عشان اقدر اطلع بيها بمستوى جديد وحاجه اقدر انافس بيها واخد اول فعل. يعني احنا في شهر 11 دلوقتي 2021، بس بالظبط قدامك 8 شهور. يعني انت بتكلمني في نص 21؟ تقريبا في الفتره دي بالظبط. طب احمد عبد الجليل هيجهز انه يطلع يكسب الماتش، ولا احمد عبد الجليل رايح يلم نقط من الاخر؟ لا، ما انا فاهم. انا كان البدايه في 2019 كان هدفي ان انا الم نقط وكده، بس الهدف دلوقتي ان انا مش هطلع مسرح غير ما اخد اول، ودي ثقه ما بين نفسي. تمام، ووعد للناس، يعني اكيد مش حاجه اكيده، لان الله اعلم في حاجات كتير بتحصل وظروف من يوم واحد بتفرق زي ما انتم عارفين اللعيبه يعني. لكن انا واخد وعد ما بيني وما بين نفسي ان انا اطلع اعمل حاجه جديده اللي انا اخد بيها اول، مش اخد بيها تاني وتالت والم بوينت والكلام ده. وحتى اذا حصل ظروف انا واثق من نفسي ان انا مش هخرج من بره التوب 3. وعلى فكره البطوله اللي انا هلعبها بطوله مش سهله، بطوله بتتقيم زي مستر اولمبيا بالظبط، بطوله صعبه جدا، وابطال مستر اولمبيا بيلعبوها وبطوله صعبه جدا. تمام، لكن مش اكيده هي، بس هي في كذا بطوله. فانا لو خدت انا طالع عشان اخد اول، تمام، وثقتي اكيد اول، بس في ظروف بتحصل. تمام، بس الظروف دي مش هتخليني ان انا اطلع بره التوب 3، فاهم؟ فلو لعبت بطوله خدت تاني، هلعب بطوله واحده اخد تاني برضه اتاهل، بس ان شاء الله انا طالع ان انا اخد اول باذن الله. احنا اتكلمنا وسردنا قصتك من البدايه لغايه لما وصلت المسرح الاولمبي. لو انا هطلب منك دلوقتي تبص للكاميرا وتقول للكاميرا احمد عبد الجليل من وجهه نظره من المربع صفر، المربع اللي هو واقف فيه دلوقتي، لو بصيت للكاميرا هل تقدر تخاطب حد في الكاميرا وتقول لهم احلموا وصدقوا الحلم، تقدروا تنفذوا، تقدروا تعملوا، مفيش عقبات من وجهه نظرك انت؟ سيبك، انا دايما معروف عني ان انا بحمس الناس حتى لو الناس مش قادره، او ممكن يبقى يتحمس مني في ساعتها، بس بعد كده لما عارف ما بقاش موجود طب خلاص العمليه بتريح مع الشخص نفسه. احمد عبد الجليل، انت انا وانت عشنا مع بعض فتره كبيره، يعني بحمسك وكل حاجه، بس لما هاني مش موجود انت بتعمل ايه؟ فانا عايزك تبص للكاميرا
وتقول للكاميرا نفسها تجربتك الشخصية وتخلي الناس تصدق. ففضل كاميرا قدامك قول اللي نفسك فيه. انا عبد الجليل. انا عايزكم تسمعوا الكلام ده كويس اللي انا مريت بيه. تمام. هو الفكرة كلها اللي انا اجتهدت من بدايتي، ما بصيتش اللي انا اشوف حد يساعدني الاول وبعد كده اجتهد، اشوف حد يبقى معايا وبعد كده اجتهد واخش بطوله. لا، انا بصيت اللي انا اجتهد لنفسي وحاجه افرح بيها لنفسي، وبعد الاجتهاد ده لقيت فعلا حد بيساعدني من كذا ناحيه، يعني من كذا طريق. انت هتلاقي نفسك ناس هتساعدك، مش شرط ماديا على فكره، يعني هتلاقي ناس بتساعدك كتير معنويا وماديا. ممكن هتلاقي مثلا راعي ليك مثلا او فريق زي تيم كيسكوات، بس انت لازم تجتهد في البدايه. انا اجتهدت في البدايه على فكرة، ودخلت بطولات واستلفت واتدينت وعملت كل حاجة عشان اجتهد لنفسي. الاجتهاد ده نتيجته ايه؟ النتيجة النجاح اللي انا طلعت بالاجتهاد ده، النتيجة اللي انا بقى معايا اكبر تيم واكبر راعي ليا في البطولات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. الرأي الشخصي يعني ده نتيجة الاجتهاد بتاعي. فانا المطلوب منكم اللي انتوا تجتهدوا مهما كانت ظروفك. انا ظروفي كانت تحت الصفر، تمام؟ يعني ممكن انتوا مش فاهمين التفاصيل قوي بس هبقولها بعدين، لكن انا ظروفي كانت تحت الصفر، بس اجتهدت. الاجتهاد ده نتيجته اللي انا لقيت فعلا كذا ناس من اصحابي، ده قبل تيم كيسكوات في ناس من صحابي، ناس مدربين، لقيت كذا طريق بيساعدني عشان هم شايفين ان انا انسان مجتهد. فالمطلوب منكم ايه؟ المطلوب ان انت تجتهد على قد ما تقدر في ايا كان مجالك بقى، تمام؟ ايا كان الفئه بتاعتك لازم تجتهد، لازم تجتهد عشان تعمل اضاءه عليك اللي انت بتقول للعالم انا اهو، تمام؟ انت اول ما تجتهد وتطلع نتيجه كويسه العالم كله هيشوفك، تمام؟ مثال الناس كلها بتقول انا عايز اخش تيم كيسكوات وبعد كده هبدا، لا، انت ابدا عشان تيم كيسكوات يحط عينه عليك، تمام؟ زي اللي حصل مع الابطال اللي انضموا كتير. فهو ده المطلوب، المطلوب ان انت تجتهد عشان تسلط الضوء عليك، عشان الناس الاسبونسرات على مستوى العالم يشوفوك. انا بعمل دلوقتي حاليا كده، انا عايز اكسب اولمبيا عشان اسبونسرات العالم كلهم يشوفوني ان انا شخص ناجح ومجتهد، تمام؟ انا شخص لو مش ناجح ومش مجتهد ومش هجيب مركز كويس في اولمبيا اكيد ما حدش هيبص لي، تمام؟ لازم اجتهد في كل حاجه، كميديا كبطولات لازم تجتهد. هي الفكره كلها اجتهادك انت هو اللي هيعمل منك انسان ناجح، ولا اسبونسر ولا حد يقف جنبك غير اجتهادك، هو ده اللي هيخلي الناس كلها تقف معاك. هاخد اخر كلمه منك اللي هي كلمه اجتهاد. انا عايزكم كلكم تجتهدوا زي ما احمد عبد الجليل اجتهد وكلنا بنجتهد. انا حتى الان بجتهد، يعني حلقه زي اللي انا بصورها دي فهو لو ما صورتهاش انتوا مش هتتفرجوا عليا. ناس كتيره جدا لو اجتهدت، لو جبت كاميرا موبايل وابتديت تصور بيها حلقه مع اي حد من اصحابك في الجيم، التطور الطبيعي بالنسبه للاجتهاد بتاعك هيبتدي يحصل، وهيبقى عندك شانل على اليوتيوب، وهيبقى عندك كميه فيديوهات، وهيبقى عندك مرجعيه لغايه لما الناس تبتدي الشركات او ايا كان يبص لك ان انت بتعمل برنامج يقول لك لا احنا عايزينك في التلفزيون او ايا كان. اجتهد انت كمان في الحته بتاعت التصوير، عايزين كذا مذيع، عايزين كذا واحد يقدم للعبة كمال الاجسام والفيزيك ان احنا نقدر نرفعها شويه عشان نسحب من الكوره شويه ان رجال الاعمال اللي هم بينفستوا او بيستثمروا جوه لعبه الكوره عايزينهم يبقوا عندنا شويه. وانتوا عارفين لعبه كمال الاجسام طبعا او الفيزيك هي لعبه شعبيه، الناس كلها في الجيمات دلوقتي، والناس كلها بتمشي في اي شارع ما بين الجيم والجيم، في جيم صغير تقدر تتمرن فيه. كل الناس عايزين اجتهاد منكم، بحبكم جدا، عبد الجليل بحبكم جدا، وعايزين نقول لكم العاده بتاعتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.